بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشارح رحمه الله: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، هو الذي يأخذ عن الذين الشياطين الذين يسترقون السمع، وكانوا هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع كانوا قبل المبعث كثيراً، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة، ويأخذ عن الشياطين، والناس يقولون هو ولي يوحى إليه، وهذا من تزيين الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من الناس، يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن ولياً لله، وهو من أولياء الشيطان نعوذ بالله. فالكاهن يدعي علم الغيب، وهو دجال كذاب، وهو يأخذ عن من استرق السمع من الشياطين. فلا يجوز للمسلم أن يصدق الكهان والعرافين والدجالين، فلا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل جلاله. كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فيجب علينا أن نحذر الكهنة والدجالين، ونعلم أنهم كاذبون، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل جلاله. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف هو الذي يدعي علم الغيب، فالذي يأتي إلى العراف ويصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. فحذاري حذاري عن تصديق الدجالين. قال المعلق: والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث، فيتناجيان، ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين الإنسان الآخر. وهكذا فإن لكل إنسان قرينا من الشيطان، كما جاء ذلك في القرآن والسنة، فيخبر شيطان الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل
وأحواله في منزله وخصوصيه وخصوصية نفسه مما ألقاه إليه الشيطان القرين، فيظن الجهل والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات، وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه، وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان. وإن اعتقده وخدع وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح، فلا يجوز للمسلم أن يصدق العرافين والدجالين، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا كان هذه حال السائل فكيف بالمسؤول الذي يسأل العراف لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ونفس العراف أعظم، فكيف بالمسؤول أي العراف؟ قال النووي رحمه الله وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة، بل الواجب عليه أن يتوب إلى الله ولا يأتي إلى العرافين. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي رحمه الله: يجب على من قدر على ذلك من محتسب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق، أن يقيم هؤلاء الدجالين وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. فلا يجوز للمسلم أن يأتي الكهنة والعرافين والمنجمين، فإنهم دجالون كذابون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود رحمه الله. وقال المعلق: صحيح، أي حديث صحيح. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجة والدارمي والجارود والبيهقي وأحمد رحمهم الله من طرق، عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وزيادة أو كاهناً، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة. قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد صحيح، فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد، وهو ثقة من رجال البخاري رحمهم الله. وحكيم الأثرم وإن قال البخاري رحمه الله لا يتابع في حديثه، يعني هذا، فلا يضره ذلك لأنه ثقة، كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني رحمهم الله، وكذا قال الآجري رحمه الله عن أبي داود رحمه الله، وقال النسائي رحمه الله ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات وسماه حكيم ابن حكيم. ونقل المناوي رحمه الله عن الحافظ العراقي رحمه الله أنه قال في أماليه: حديث صحيح. وعن الذهبي رحمه الله أنه قال: إسناده قوي. وله طريق ثان يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضاً، أو امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجل
أن يجامع امرأته وهي حائض، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في دبرها، فكل ذلك حرام ومن الكبائر. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يصدق الكاهن كذب هذه الآية، ومن كذب القرآن كفر والعياذ بالله. من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قوله من أتى كاهناً، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث يعني أنه كفر أكبر فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه أي صدق الكاهن بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي رحمه الله: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر يعني كفر أصغر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. من أتى كاهناً، من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولأبي يعلى رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا مثله رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله الإمام صاحب التصانيف أي المؤلفات كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق أي كثير، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700 هجرية، وهذا الأثر رواه البزار رحمه الله أيضا، ولفظه من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر. الكاهن يدعي معرفة علم الغيب وهذا كفر، والساحر يزعم أنه يؤثر في القلوب، والساحر من أولياء الشيطان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا والعياذ بالله.
قال المعلق: وذلك لأن في الكتاب المنزل القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالذي يكذب هذا ويدعي علم الغيب كافر والعياذ بالله. وقال في سورة الأنعام: وعنده أي عند الله مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الآيات، ومن كذبها كفر والعياذ بالله. قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن أهل هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. فيه دليل على نفي الإيمان الواجب، أي عمن يصدق الكهنة والعرافين، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك وأن الكهانة كفر. قال البزار رحمه الله: لا نعلمه يروى عن جابر رضي الله عنه إلا من هذا الوجه، ولم يسمع أحدا يحدث به عن غسان إلا عقبة. قال الهيثمي: قال الشيخ وهو ثقة. وقال الحافظ في فتح الباري رحمه الله: حديث جابر وعمران بن حسين رضي الله عنهما أخرجهما البزار بسندين جيدين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعًا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار رحمه الله بإسناد جيد، ورواه الطبراني رحمه الله في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. التطير التشاؤم بالطير، يزجرون الطير فإن طار جهة اليمين قالوا خير، وإذا طار جهة الشمال قالوا شر، وهذا كذب وباطل. الطير نفسه ما يدري ماذا يحدث له، كيف يخبرك أن هذا خير وهذا شر؟ فهذا شرك، الطيرة شرك، والكهانة كذلك كما علمتم أنه ادعاء الغيب، والسحر كفر. قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير أي فعل الطيرة، يعني زجر الطير ليعرف أين يذهب الطير، أو تطير له أي أمر إنساناً أن يزجر الطير، أي قبل قول المتطير له. وتابعه كذا بمعنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه. وكذلك من عمل ساحر له السحر، يعني أمر الساحر أن يسحر له. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركاً كالطيرة أو كفراً كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري رحمه الله صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92 و200 رحمه الله. قال البغوي رحمه الله: العراف
الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا العراف الذي يزعم أنه يعرف مكان المسروق ومكان الضايع، وهو يأخذ عن الشياطين. قال البغوي إلى آخره، البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي رحمه الله، صاحب التصانيف أي المؤلفات، وعالم أهل خراسان رحمه الله، كان ثقةً فقيهًا زاهدًا، مات في شوال سنة 1650 من الهجرة رحمه الله تعالى. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحاذر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي رحمه الله وغيره من العلماء. وحكى ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالاً منه، فيلحق به من جهة المعنى. فكل من ادعى الغيب هو كاهن وعراف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث. وقال أبو السعادات رحمه الله: العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. انفرد الله بعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاً وعرافاً. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالحصى والخطف الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية، كله دجل وكذب. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً أو عرافاً أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، انفرد الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة. الكذبة الكلمة التي سرقت من السماء، الكاهن يزيد فيها 100 كذبة،
الكلمة الواحدة الذي سرقت من السماء الكاهن يخلط معها 100 كذبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصي الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة. فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه. لا يعلم الغيب إلا الله، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فالذي يقول أنا ولي زكى نفسه وهذا ممنوع، فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، أولياء الله ما يحبون المدح ولا يعلنون لأنفسهم، وليس هذا من شأن الأولياء، فإن شأنهم أولياء الله الإزراء أي الاحتقار على نفوسهم وعيبهم لها، يعني يتواضعون ويخافون، وخوفهم من ربهم عز وجل. فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء وأننا نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا أي أخذ الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم، وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه أي صوت بكائه من وراء الصفوف، يبكي في صلاته رضي الله عنه. وكان يمر بالآية في ورده من الليل، يعني في قدر قدر الشيء الذي يقرأه، فيمرض منها ليالي يعودونه من خوفه من الله. وكان تميم الداري رضي الله عنه يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار رضي الله عنه، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد: والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها خفافيش القلوب أي ضعاف القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، أبجد هوز حطي هذه الأشياء، يكتبون أبا جاد إلى آخره، هذا الأثر يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، وما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ابن عباس يقول: وما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، الذي يدعي علم الغيب بهذه الحروف وهو داخل في الكاهن والمنجم. هذا الأثر رواه الطبراني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. الذي يدعي أن هذه الكلمات تدل على الغيب فهذا كاهن. ورواه حمد بن زنجوية عنه رحمه الله بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم
حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، يعني الذي يدعي علم الغيب بهذه الأحرف. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها أرى بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف. قال المعلق: وينسبه الدجالون المشركون إلى جعفر الصادق، وهو بريء من ذلك، ولهم في ذلك كلام كثير في منتهى الكفر. والظاهر أنهم من وضع الرافضة الذين استجابوا لسلفهم اليهود فأعملوا في هدم الإسلام كل معول، والعياذ بالله. وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي جاء فيه الوعيد. فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به، يعني إذا كان لمعرفة حروف الهجاء هذا لا بأس، أما إذا كان يدعي بها علم الغيب فهذا هو المذموم. قوله: وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيراً كما سيأتي في باب التنجيم. الدجالون يزعمون أن النجم الفلاني يحدث به كذا، والنجم الفلاني يحدث به كذا، هذا كله دجل. الله تعالى خلق النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون، ولا تدل على شيء كما يزعم هؤلاء الدجالون. قوله: وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيراً كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي الباطل، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فعلينا أن نحذر الكهانة والمنجمين والعرافين وكل الدجال، ولا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله.